سيراميكا. خلينا نشوف جدول الترتيب كده في الدوري المصري بعد انتهاء لقاءات النهارده وامبارح. طبعا لسه في فرق ما لعبتش، الزمالك في فرق طبعا لسه ما لعبتش، الاهلي هيلعب بكره مع فيوتشر، وفي فرق كمان مش هتلعب الاسبوع الثامن لان الدوري هيقف من اخر ماتش بكره، والدوري هيقف عشان بطوله امم افريقيا. الزمالك في المركز الاول ب 19 نقطه، بس الزمالك لعب 8 ماتشات. الاهلي في المركز الثاني ب 18 نقطه، الاهلي بكره عنده فيوتشر والمباراه بتاعت بيراميدز هتتاجل. بيراميدز في المركز الثالث 17 نقطه وبرده مباراته مع الاهلي هتتاجل. المصري في المركز الرابع 13 نقطه، فاركو الخامس 12 نقطه، سموحه السادس 12 نقطه. سموحه ليه مباراه هتبقى مؤجله مع البنك الاهلي الاسبوع الثامن. في المركز السابع الاتحاد السكندري 12 نقطه، البنك الاهلي المركز الثامن 11 نقطه وليه مباراه مؤجله مع سموحه. سيراميكا في المركز التاسع 10 نقاط، المحله غزل المحله في المركز العاشر 10 نقاط، امبي في المركز ال11 9 نقاط، الجونه وامبي برده هيبقى ليه مباراه مؤجله، الجونه برده هيبقى ليه مباراه مؤجله ان برده عنده 8 نقاط في المركز ال12. فيوتشر هيلعب بكره وهيتاجل له ماتش الاسماعيلي في الاسبوع الثامن، عنده 7 نقاط فيوتشر في المركز ال13. المقصه مركز ال14 6 نقاط، المقاولين ال15 6 نقاط، طلائع الجيش في المركز ال16 5 نقاط، الاسماعيلي في المركز قبل الاخير نقطتين، وايسترن كومباني في المركز الاخير بنقطه وحيده في بطوله الدوري الممتاز.